طب لو ربنا اداك تعمل ايه؟ 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. امام عادل، شاب نشأ في طاعة الله او في عبادة الله، رجل معلق قلبه بالمساجد، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل أنفق أو أخرج صدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أول الناس اللي ربنا هيظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظل عرش الرحمن الإمام العادل، وهو أفضل المراتب 7، لأن يوم القيامة مش هيبقى فيه ظل خالص، مفيش حيطة هتضللنا ولا سقف هيبقى فوقنا هيحوش عننا الشمس، ده الشمس هتقترب من الرؤوس حتى يغوص الناس في عرقهم، مش هيبقى في ظل غير ظل العرش بس. فسبع ربنا هيظلهم في هذا الظل، أولهم وأفضلهم الإمام العادل. أمال إيه؟ إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في ولايتهم أو في أهليهم وما ولوا. المقسطين على منابر من نور عند ربنا، من هم دول؟ الذين يعدلون فيما في أهليهم وفي حكمهم وفيما ولوا. اللي بيعدلوا بين الناس، اللي بيعدلوا بين أهلهم، اللي بيعدلوا فيما ولاهم الله من الناس، اللي بيعدلوا في القضاء، دول عند ربنا مكانتهم عظيمة عند الله على منابر من نور، دول المقسطين اللي عند ربنا. إنما ربنا إداك ولم تكن إماما عادلا فنهايتك حتمية إلى جهنم، كما قال الحبيب صلوات الله تسليماته عليه: ما من راع يسترعيه رب العزة جل وعلا ويموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ما فيش راعي ربنا هيوليه مسؤولية وهيموت غاش للرعية بتاعته أو للناس بتوعه إلا وربنا هيحرم عليه الجنة. فرحان إنك بقيت مدير، فرحان إنك بقيت رئيس، بقيت ملك، بقيت أمير، بقيت محافظ، بقيت مسؤول عن مجموعة، فرحان، فرحان بالفرح ده كله. طب لو انت ما نصحتش ليهم وما اتجدش ربنا فيهم وما عدلتش فيهم إلا حرم الله عليه الجنة. هو الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ من ولي أمر 10 فما أكثر، من ولي أمر 10 فما فوق ذلك. ماله دول؟ شوف اللي بيولي أمر 10 أو أكثر من 10 ولم يعدل بينهم، مصيبة. ده 10 بس ومش قادر يعدل بينهم، طب لو ملايين ايه الحكاية دي؟ ماله دو؟ لقي الله جل وعلا وهو عليه غضبان، هيلاقي ربنا غضبان عليه، ربنا هيحاسبه على الفتيل والقطمير والنقير، مش هيسيب له حاجة خالص. إن كنا فرحانين إن إحنا بقينا في أماكن عالية، دي زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، دي ندامة، ندامة يوم القيامة إن لم تكن عادلا. ولذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: خير وأمتكم من تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم من تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. سبحان الله،
يبقى خير الناس وأفضل الرؤساء والملوك والأمراء من تدعون لهم ويدعون لكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تستغفرون لهم وتدعون لهم، وتحبونهم ويحبونكم. دول أفضل الأمراء، بيحبوكم، بتحبوهم، بتدعو لهم ليل ونهار إن هم عملوا بيكم وخايفين عليكم. وشرار أئمتكم من تبغضونهم ويبغضونكم، شرار الخلق اللي تكرهوهم ويكرهوكم، وتلعنوهم ويلعنوكم. لذلك احنا بنقول اهو، من ولي امرا من امور المسلمين او من امور الناس فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي امرا من امور المسلمين او امر الناس فرفق بهم فارفق به. ده النبي عليه الصلاة والسلام بيدعي له، بيدعي للإنسان العادل وبيدعي على الظالم. مفيش أكتر من النبي عليه الصلاة والسلام يدعي لك يا أخي، مفيش أكتر من النبي صلى الله عليه وسلم بيحذرك، بيقولك ده أنا بدع عليك لو أنت كنت ظالم. يبقى كل واحد يبقى يقف على الدرجة بتاعته. طب أنت بجيت وصلت للمرتبة دي، ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا وجعل له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. يبقى ربنا ما أرسلش نبي ولا استخلف خليفة إلا وكان له بطانتين، بطانة بتأمر بالمعروف وتقول له امشي صح ودي صح ودي صح ودي كذا ودي كذا ودي كذا ومشيها بسم الله ما شاء الله، خايف عليه وعلى الرعية، وتحضه على المعروف، وبطانة أخرى بتحضه على الشر. ولذلك الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه، إذا أراد الله بالأمير خيرا، يا سلام، عشان نشوف كل واحد يشوف نفسه. انت جبت قرايبك وخليتهم هم السكرتارية بتاعتك وانت المسؤول وانت وهم دولة، اذا غبت هم دولة ونسيت الاكفاء الناس اللي هم الاصول يمسكوا المكان دوة، ما دولة وزراء سوق. اذا اراد الله بالامير خيرا وهب له واعطاه وارضاه بوزير صدق إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإن أراد الله به غير ذلك رزق بأمير سوء بوزير سوء، إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه. يبقى اختار البطانة بتاعتك كويس، شوف البطانة بتاعتك دي كل ده قلت له كله تمام، كله زي الفل، ده حاجة ما حصلتش، ده احنا عملنا وعملنا وعملنا وسيادتك خليك زي ما انت، المهم سيادتك هديك قاعد على المكتب في التكييف ومالكش دعوة بحاجة. ما هو وزراء سوء، ما هو ناس سيئة، المدير بس اهم حاجة المدير يقعد على المكتب مالكش دعوة بحاجة خالص، واحنا اللي جايبين بكل حاجة، وهو ده السبب في إسقاط حكم 2011. ليه كل واحد ما بيخافش على مصلحة العباد؟ ليه كل واحد ما بينزلش بنفسه؟ انت قبل ما تبقى محافظ او قبل ما تبقى مدير كنت شخص عادي وسط الناس،